اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده هناخد الدرس الرابع في الوحده الثالثه في التاريخ، محمد علي وابناء الدوله الحديثه. اولا، محمد علي ادرك يا شباب ان نهضه مصر لن تتحقق الا من خلال بناء دوله قويه. عشان مصر تنهض لازم في مصر تبقى ايه، دوله قويه بتاخذ بالاساليب الحديثه في الغرب، ولذلك هيكون باصلاحات الولايات في كل جوانب الحياة المختلفة. طيب هنتكلم الأول على البناء الاقتصادي. البناء الاقتصادي هنتكلم يعني عن الزراعة والصناعة والتجارة. محمد علي هيطبق في الاقتصاد يا ولاد نظام الاحتكار. نظام الاحتكار يعني أن تقوم الحكومة محمد علي بتحديد نوع الغلات، يعني المحاصيل التي تزرع والمصنوعات التي تنتج، وتحديد أسمان شرائها وأسمان بيعها في السوق. يعني محمد علي هو اللي هيحدد اللي هيتزرع والمنتجات التي تصنع، ويحدد ثمن شرائها واسمان بيعها في السوق. طب ليه محمد علي هيطبق هذه السياسه يا اولاد، سياسه الاحتكار؟ بهدف الدخول في سوق التجاره الدوليه منافسا لغيره من الدول، عاوز ينافس غيره من الدول في سوق التجاره الدوليه. طب هنتكلم الاول محمد علي هيعمل ايه في الزراعه. محمد علي هيكون بالغاء نظام الالتزام اللي كانت مطبقاه الدوله العثمانيه، وهيطبق نظام الاحتكار، وهيوزع مساحات من الارض يا ولاد على الفلاحين، وهيتبع سياسة زراعية بتهدف لايه؟ تحقيق اكبر دخل من الانتاج الزراعي. من خلال ايه؟ من خلال وسائل متعددة. اهمها هيعمل ايه يعني عشان يحقق اكبر دخل من الانتاج الزراعي؟ هيدخل يا اولاد، هيكون بادخال اساليب وغلات زراعيه جديده، محاصيل زراعيه جديده واساليب جديده في الزراعه. اتنين، هينشئ مدرسه للزراعه، وهجيب خبراء في الزراعه اولاد من الخارج. تلاته، هيهتم بالري وينشئ العديد من القناطر على النيل، اهمها القناطر الخيريه. هيحفر ترعة يا ولاد المحمودية. هيكون بتزويد الفلاح بكل ما يلزم للزراعة، بكل شيء يحتاجه الفلاح من أجل الزراعة، بذور، مواشي، أدوات زراعية. ده بالنسبة للزراعة. بالنسبة للصناعة، محمد علي هيعمل إيه؟ هيقوم بتطوير الصناعة وتحديث الإنتاج الصناعي من خلال إقامة المصانع الحكومية. هيقوم بإنشاء المصانع الحكومية مثل الغزل والنسيج والورق والسكر. كمان هيستعين بخبراء اجانب في الصناعه زي ما استعان بخبراء اجانب في الزراعه. هيرسل البعثات للخارج في مختلف الصناعات يدرسوا مختلف الصناعات، ويقوموا بترجمه الكتب وترجمه الكتب الخاصه بالصناعه. هيجمع الصبيه الصغار يا اولاد ان هم يعملوا في مصانع الدوله باجور رمزيه، باجور بسيطه. فكانت المصانع الدولة بمثابة مدارس صناعية بيتعلموا فيها ايه؟ صناعات مختلفة اولاد الصبية دول. كما هيتبع سياسة تهدف الى السيطرة على الانتاج الصناعي وتوزيعه. جاب تقريبا السنة اللي فاتت اولاد او اللي قبلها سؤال في الجزئية ديت، جه قال لهم دلل ان محمد علي اتبع سياسة بتهدف الى السيطرة على الانتاج الصناعي وتوزيعه. ازاي محمد علي هيتبع سياسة من خلال يقدر يسيطر على الانتاج الصناعي وتوزيعه؟ عن طريق ان هو كان بيمد الصناع بالماده الخام اللازمه للصناعه. اثنين، ويقوم بشراء المنتجات ايه؟ الصناعيه، بيديهم الماده الخام وبيشتري المنتجات ايه؟ الصناعيه. ثالث حاجه هنتكلم على التجاره. التجاره نشطت الولايات الداخليه والخارجيه، نشطت في عهد محمد علي. ممكن يجي لنا سؤال بمتفسر ازدهار التجارة الداخلية والخارجية ليه يا ولاد في عصر محمد علي؟ نتيجة تقدم ايه؟ ان الزراعة تقدمت والصناعة، وكان في استقرار داخلي. ومحمد علي هيطبق في التجارة برضه نظام الاحتكار. يعني ايه نظام الاحتكار؟ ان هو يقوم بعملية تسويق لجميع المحاصيل الزراعية بعد ما يكون بشراء محمد علي، ويجمعها في مخازن الدولة. اتنين، هيبيع للتجار الاجانب داخل مصر، وهيبيع في الخارج لحساب الحكومة، وهيحتكر تجارة الواردات، السلع والمنتجات اللي احنا الدولة بتشتريها هو ايه؟ هيقوم باحتكارها.
هو اللي هيجيبها يعني. ده بالنسبة للتجارة. بالنسبة للنقل والمواصلات يا ولاد، هيهتم محمد علي بتمهيد الطرق البرية، ويهتم بتأمين الطرق البرية والبحرية، وهيبني أسطول في البحرين الأحمر المتوسط، ويقوم بحفر الترع، ويهتم بالموانئ المصرية، ويعمل عمل جيد يا ولاد، هيطهر البحر الأحمر إيه من قرصنة. كان في الوقت ده يا ولاد في إيه؟ في قرصنة. ثانيا يا ولاد هنتكلم على البناء الاجتماعي، هنتكلم على إيه؟ على المجتمع. سياسة محمد علي، نركز مع بعض يا ولاد في الجزئية دي مهمة جدا وبتيجي كتير أوي في الامتحانات. أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوة الاجتماعية في مصر. السياسة الاقتصادية أثرت على المجتمع. يجي يقول لنا اثبت صحة العبارة، أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوة الاجتماعية في مصر. هنقول له يعني في المجتمع في طبقات نفوذها هيقل يا ولاد أو هينتهي نفوذها، في طبقات هتظهر، في طبقات هتختفي نفوذها يقل، في طبقات هتظهر. طب ايه الطبقات اللي هينتهي نفوذها؟ نفوذها يقل. اول حاجة انتهى نفوذ المماليك كجهة حاكمة، يبقى اول حاجة انتهى نفوذ مين؟ المماليك كجهة كانت بتحكم مصر. ومين اللي حل مكانها؟ أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية أصبحت اللي بتحكم. اتنين، قل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، يبقى قل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية نفوذهم قل برضه. ومين تاني؟ تدهور طبقة التجار. يبقى عندنا تلاتة كده يا ولاد، قل نفوذهم، انتهى نفوذ المماليك كده كانت بتحكم مصر، قل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، تدهور طبقة التجار. أمال إيه الطبقات اللي ظهرت؟ طبقة الأعيان، طبقة عمال الصناعة، ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة، ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة، يبقى البدو ظهروا، الأعيان، عمال الصناعة. واستمرت يا أولاد طوائف الحرف، واستمرت طوائف الحرف. هنتكلم بقى يا اولاد يا شباب على التعليم والثقافه. ادرك محمد علي انه محتاج موظفين لسد حاجه المصالح الحكوميه، بالاضافه انه محتاج فنيين ومتخصصين عشان سد حاجه الجيش والاسطول. يبقى ليه محمد علي اهتم بالتعليم يا شباب؟ انه ادرك انه محتاج ايه؟ موظفين للمصالح الحكوميه وفنيين ومتخصصين لسد حاجه الجيش والايه؟ والاسطول. طب ازاي محمد علي هيهتم بالتعليم والثقافه؟ هينشئ محمد علي المدارس الحديثه مثل الطب والزراعه والمهندس خانه. اثنين، هيرسل البعثات العلميه لاوروبا. البعثات العلميه يعني بيبعت مجموعة من الطلبة يدرسوا في أوروبا، بقى كده لما يعودوا بيفيدوا إيه؟ وطن. من أبرز أعضائها رفاعة رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك، اللذان أسهمان في استمرار النهضة التعليمية بعد عودتهما من إيه؟ من أوروبا. استعان برضه بأساتذة أجانب عشان يدرسوا التدريس في المدارس العليا، ويساهموا في حركة الترجمة يا أولاد. أربعة، أنشأ المطبعة الأمريكية في بولاق أو بولاء لطبع الكتب اللازمة للمدارس والكتب الأدبية والفنية، وأصدر صحيفة الوقائع المصرية. بدي يقول محمد علي في التعليم والثقافة. وعرفنا محمد علي اهتم بالتعليم ليه؟ إنه كان محتاج موظفين وناس معاه، موظفين في المصالح الحكومية وفنيين لسد حاجة إيه؟ الجيش والأسطول. رابعا، بناء القوى العسكرية. ليه محمد علي اهتم يا اولاد ان هو يبني قوة عسكرية؟ انه ادرك ان بناء القوى العسكرية هي دي الوسيلة الاساسية عشان يحقق اهدافه ويبني الدولة الحديثة.
فكانت كافة المشروعات العمرانية والتعليمية بتهدف لسد حاجة الجيش وبناء القوة العسكرية. هنتكلم على مراحل انشاء الجيش في عهد محمد علي. زي محمد علي هيكون باعداد الضباط، عشان يكون باعداد الضباط هينشئ مدارس عسكرية، هينشئ مدرسة عسكرية في اسوان لاعداد الضباط، هيجيب لهذه المدارس العسكرية اولياء ضباط ومعلمين ذوي خبرة من اوروبا، كان اشهرهم احد ضباط جيش نابليون اللي هو الكولونيل سيف. هيكون بإعداد الجنود الأول محمد علي هيكون بتجنيد السودانيين، ثم بعد كده هيتجه إلى تجنيد مين يا أولاد؟ المصريين. والمصريين يا أولاد هيثبتوا كفاءة في الانتظام في التدريب وإطاعة الأوامر العسكرية وفي ميادين القتال الخارجية في المعارك يا أولاد. الأسطول محمد علي هيهتم بتأسيس ترسانة في بولاء ثم في الإسكندرية. ترسانة يا أولاد دي اسم زي دار، تعرف بدار لصناعة السفن. هينشئ ترسانة في بولاء ثم في الإسكندرية لصناعة السفن الحربية والتجارية. وزود كافة أنواع الأسلحة، وكمان كان في أماكن معدة لتدريب وتعليم البحارة والجنود على الأعمال البحرية. يا محمد علي أنشأ ترسانة في بولاق الأول ثم في الإسكندرية عشان يصنع أولاد السفن. محمد علي هينشئ مصانع الأسلحة والذخيرة، هينشئ مصانع الأسلحة والذخيرة، هينشئ ترسانة برضه في القلعة لصناعة الأسلحة والمدافع والبارود، وينشئ القلاع يا أولاد من أجل الدفاع عن البلاد فين؟ في الإسكندرية ورشيد ودمياط. هنتكلم على البناء السياسي. هنتكلم على سياسة محمد علي الداخلية والخارجية، بس هنبدأ دلوقتي بالسياسة الداخلية. لما محمد علي تولى الحكم هيكون بإعادة تنظيم إدارة الدولة مرة تانية. ليه؟ من أجل ما يسيطر سيطرة كاملة على شؤون البلاد، عن طريق إن هو يعمل هيكون بتقسيم مصر إلى 7 مديريات، يبقى مصر 7 مديريات، ووضع على رأس النظام الإداري، على رأس الإدارة يا أولاد، الحكومة المركزية في القاهرة، حكومة الدولة. هو مركزية حكومة الدولة بتدير الدولة، اللي بتوضع في عظيمة الدولة، واللي هي بتصدر جميع الأوامر الواجبة التنفيذ. أنشأ مجموعة أولاد من المجالس والدواوين زي الديوان العالي ومجلس المشورة، بتساعد أولاد في إدارة شؤون البلاد الداخلية. ويصدر لائحة جديدة، يعني مجموعة من القوانين 1837 لإعادة تنظيم إدارة الدولة إلى إلى 7 دواوين. دواوين أولاد وزارات، 7 دواوين، وحدد اختصاص كل منها. سياسة محمد علي الخارجية. محمد علي سياسته الخارجية كان عاوز ينفصل عن الدولة العثمانية، عن السلطان العثماني، ويستقل بمصر. يبقى سياسة محمد علي الخارجية كانت بتدور عن لمحمد علي بيريد الانفصال عن الدولة العثمانية ويستقل بمصر. وعلاقته مع السلطان العثماني مرت يا اولاد بمرحلتين. المرحله الاولى كان في اتفاق بينهم، في اتفاق، في صداقه، في اتفاق، ثم بعد كده حدثت مرحله خلاف وصدام، حروب. يبقى علاقه محمد علي بالسلطان مرت بمرحلتين. المرحله الاولى اتفاق، المرحله الثانيه حدث بينهم خلاف وحصل بينهم صدام، حروب. طيب في مرحلة الاتفاق محمد علي
هيخوض حروب بناء على طلب السلطان، السلطان هيطلب منه ان هو ياخد هذه الحروب. ايه الحروب اللي هياخدها بناء على طلب السلطان في مرحله الاتفاق؟ حروبه في الجزيره العربيه واليونان. طب ايه حروب محمد علي في مرحله الخلافه لما حصل خلاف بينهم؟ حروبه في السودان والشام. هنبتدي الاول بحروبه في الجزيره العربيه من 1811 ل 1819 ميلاديه. حروبه في الجزيره العربيه يا ولاد سببها القضاء على الدعوه الوهابيه. لان الدعوه دي كانت بتهدد نفوذ الدوله العثمانيه في الجزيره العربيه. يبقى حروب محمد علي في الجزيره العربيه للقضاء على ايه يا ولاد؟ على الدعوه الوهابيه. مالها الدعوه الوهابيه؟ كانت بتهدد نفوذ الدوله العثمانيه في الجزيره العربيه. يعني كانت هتفقد سيطرتها الدوله العثمانيه على الجزيره العربيه. فارسلت محمد علي. طب نتيجه ايه الحروب ديت يا ولاد؟ محمد علي قدر يسيطر على الجزيره العربيه. يبقى سيطره محمد علي على الجزيره ايه؟ العربيه. حروب محمد علي في السودان دي كانت بناء على رغبه من محمد علي مش من السلطان، حدثت في مرحله الخلاف. محمد علي هيضم السودان. طب ليه محمد علي ضم السودان؟ لاسباب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. يبقى مين متفسر حروب محمد علي في السودان ليه؟ لاسباب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. طب ايه النتائج المترتبه على حروب محمد علي في السودان او ضم السودان؟ امتد نفوذ مصر الى جنوب السودان وانشا العاصمه الخرطوم. واكتشف محمد علي واكتشاف ايه؟ منابع النيل. بعد كده هنتكلم على حروب محمد علي في اليونان، في بلاد اليونان. طيب حروب محمد علي في اليونان كانت بناء على رغبه من محمد علي ولا بناء من طلب من السلطان؟ كانت بناء من طلب، كانت بناء من طلب من السلطان ايه؟ العثماني. طيب اسباب حروب محمد علي في اليونان ايه؟ القضاء على ثوار اليونان الذين كانوا بيطالبوا ان هم ايه؟ يستقلوا عن الدوله العثمانيه. يعني محمد علي راح اليونان ليه؟ عشان يقضي على الثوار في اليونان اللي كانوا بيطالبوا ان هم ايه؟ يستقلوا عن الدوله العثمانيه. طب نتيجة حروب اليونان ايه يا شباب؟ النتيجة مهمة جدا برضو، الأسباب والنتائج مهمة. انتهت بهزيمة الجيش المصري وتحطيم الأسطول المصري في موقعة نافارين 1827 ميلاديا. لكن قدر محمد علي يضم جزيرة كريت لولاية مصر. 4 علو مكانة مصر دوليا. مكانة مصر الدولية يا ولاد ارتفعت نتيجة ايه؟ ان الدول الاوروبية هتتفاوض مع محمد علي مباشرة دون ان تتفاوض مع السلطان العثماني. ليه؟ عشان يتوصلوا باتفاقية عشان ينهي حروبه في اليونان. ده ساعد على ايه يا ولاد؟ ساعد على نمو فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق استقلال مصر. يبقى ساعد على نمو فكرة ايه عند محمد علي؟ نمت فكرة ايه عند محمد علي؟ فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق استقلال ايه؟ مصر. حروب الشام الأولى والثانية من 1831 ل 1839 ميلاديا. سببها يا اولاد زي ما احنا شفنا في نتائج حروب اليونان، هتتوتر العلاقه بين محمد علي والسلطان العثماني. اسبابها توتر العلاقه بين محمد علي والسلطان العثماني. ليه توترت؟ بسبب تفاوض محمد علي مع الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه تفاوضت مع محمد علي عشان ايه؟ ينهي حروبه فين؟ في اليونان. ماشي، ويتم ايه؟ انسحاب الجيش المصري من هناك دون الرجوع لمين؟ للسلطان العثماني. فعشان كده العلاقه بينهم ايه؟ توترت. اثنين، محمد علي صمم ان هو ينفصل عن الدوله العثمانيه ويستقل بايه؟ بمصر. نتائجها بقى يا اولاد
قدرت القوات المصريه اولاد الجيش المصري يصل الى الشام وعلي نهر الفرات. يبقى قواتنا المصريه وصلت للشام وعلي الفرات، يعني محمد علي حقق انتصارات على السلطان العثماني ونجحت قواتنا الى الوصول الى الشام وعلي الفرات. اثنين، نفوذ مصر امتد الى ايه؟ الى بلاد الشام. نتيجة لكده يا ولاد، نتيجة انتصار محمد علي وازداد نفوذه، الدول الأوروبية مش هتسكت، هتحاول تتدخل أمام انتصارات محمد علي على السلطان وازداد نفوذه. ليه طيب؟ لأنها أدركت إن محمد علي بيمثل خطر على التوازن الدولي نتيجة يا ولاد انتصاراته على السلطان وازداد إيه؟ نفوذه. عشان كده هتدخل في مفاوضات الدول الأوروبية مع السلطان العثماني ويفرضوا على محمد علي معاهدة لندن 1840. المعاهدة دي بتنص عن ايه يا اولاد؟ ان محمد علي يعيد بلاد الشام والجزيرة العربية الى السلطان ايه؟ العثماني. اثنين، تثبيت حكم محمد علي في مصر بس، يعني محمد علي يحكم مصر بس، واعلان خضوعه للسلطان العثماني. يبقى هو ايه؟ خاضع للسلطان العثماني. ثلاثة، بعد كده السلطان العثماني هيصدر فرمان يونيو 1841. فرمان يا ولاد يعني أمر سلطاني، أمر من سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ، لازم يتنفذ. هيصدر السلطان فرمان يونيو 1841، بيقول الفرمان ده يا ولاد بعت حق وراثة مصر لأكبر أبناء محمد علي الذكور سنا. يبقى بيجعل وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي من الذكور إيه؟ سنا. ثم هيصدر فرمان تاني في نفس السنة إن محمد علي يتولى ولاية إيه؟ السودان. ولاية محمد علي على إيه؟ على السودان. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع أطيب أمنية القلبية بالنجاح والتفوق.